أيضا سأوجه رسالة إلى الأخوة الحيالة، وأقول لهم ترى الحيالة مو الصدريين، ها، وأنا دائما أكررها، دائما أكررها، عمي والعباس وأبو بكر وعمر اللي فكره السيد مقتدى الصدر يقول، ولا حتى عمر هم يشفى، والحسن والحسين، أنا صدري، أنا منهجي منهج صدر محمد باقر الصدر والشهيد السعيد السيد محمد الصدر، هذا الصدر، هذول الصدريين. هسه لو تيجي وتشوف فتاوى، ما هو السيد مقتدى يصدر استفتاءات، يعني أجوبة على وفق استفتاءات السيد الصدر، أتحداه أن هذه الأجوبة اللي جاوبها هي وفق استفتاءات أو فتاوى أو البناء الفقهي للسيد محمد الصدر. محمد الصدر عنده وجهة نظر بالوهابية كارثية. يكفي أن محمد الصدر رحمة الله عليه قدس الله روحه هو الذي رسم لنا منهجا في مسألة ظهور الإمام المهدي، رسم لنا خارطة الطريق كبيرة، ويجي محمد بن سلمان يهين للمهدي المنتظر ويروح له سيد مقتدى الصدر. فأقول أنتم أيضا، أنا أميز بين الصدريين وبين التيار، والتيار خلاص سرقوه، فمتى ما عاد السيد مقتدى الصدر إلى نهج أبيه سأكون أول من يدافع عنه ويقاتل في سبيله، كما كنت أقاتل بالكلمة وبالاتصالات وبالكتابة في سبيله عندما كان محاصر في النجف. وهذا الدكتور الجعفري حي يرزق حفظه الله يشهد، وذاك الأخ موفق الربيعي كان مستشار الأمن القومي يشهدان، وإخواننا معروفين، خل واحد يطلع يكذبني دفاعا عنه حتى لا يقتل. فعلى اتحال لنا حديث يا أخوان، أنتوا أيضا يعني عود شنو يعني تمنعون، يعني شنو انت من تقول انا مو قاتل ومو سارق ومو، انت الدليل على انك قاتل وسارق ومستعد ان تفعل كل شيء فيسبوك ما تتحمله، مسوي لك جيش. يخبروني اخوه من التيار، ما انا عندي اصدقاء فيهم، ترى انا عندي ناس في داخل التيار وفي بيت السيد مقتدى الصدر، قالوا تجييش كامل ضدك لاغلاق حساباتك، غلقوا حساباتي. طبعا هذا دليل على انكم لا تستطيعون ان تتحملوا كلمة الحق. اذا انت عندك حجة وقدرة على الوقوف امامي وغيري وامام السيد سليم الحسني وغيره كل اللي ينتقدوكم، قارئ الحجة بالحجة، الكلمة بالكلمة. اذا ما عندك قوتك الحساب، هو شنو الحساب؟ ايميل ببلاش وتليفون هنا ببلاشين للباب يجيك ببلاش، ها، اي تليفون تريده، سيم كارت لا تستخدمه ولا تدفع فلوس ولا هم يحزنون، تضيف لك رقم وايميل ببلاش وتفتح لك حساب، سكرون افتح حساب، سكرون افتح حساب. وجاي تشوفون من البارحه لليوم كان عندي 100 وشوي، هسه صاروا يمكن 2000 طلبات. وانا ما انا على فكره يعني اتريث في القبول الاصدقاء، مو يعني الشغله مو صعبه. وبعدين التلفزيونات موجوده، وانت كل ما على فكره يعني الايرانيين شلون طوروا سلاحهم اللي سووا عليهم حرب، انت كل ما تحاربني في 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 كلمتي تمنعني، ابحث عن طرق اخرى، اروح انا اقول لهم تعالوا نسوي لنا تلفزيون، شوف ياهو اللي يمولني ياهو وخليه مخصص لكم، شو لك في الطلبه؟ عشان انت احسن لك فيسبوك كلمتين ثلاثه نحكيهن ونسكت ونروح، لو انا فاتح لي تلفزيون 24 ساعه واطلع سوالفكم كلها كلها، والله العظيم عندي اشياء بس الله يعرف، وكم شخص من اللي ضامهم عندهم. لكن الستر هم زين، انا ما استر عليكم عمي، ما عندي مشكله، بس توبوا الى الله توبه نصوحه. انت اول شيء بطل من السب والشتم، اول شيء هسه داخل لي واحد اسمه علي احمد، لعنك الله ولعن كل فارسي قذر. زين بالله عليكم، في منهج محمد الصدر اللعنه
على كل فارسي شلون بالله هذه يلا شلون وحفظ الله كل وهابين طيب مو ها تفضل يا حبيبي ويقول يا حبيبي وإن عدتم عدنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.